حبايب قلبي طبعا اليوم بكيره سويت لي مفاجاه مال عيد ميلادي بمكان طبعا هسه الله عرفت بشوفوا لي العالم ولو طبعا اليوم راح نعيشكم بجوله اكشن 100 100. شنو ذاك البترا؟ Dankeschön. Hallo. Ja. Wir können uns auch Spaß. Ja? Ja. Let's go. شوف شغلة هذه الموسيقى الجزائرية المشهورة ولا يا جماعة الباسكات يا أخوان يحبون العالم طبعا اليوم عيد ميلادي Seit 20 Jahren schreit Nas. Ja, Juan, hi, طبعا قلت لك كلش صعب قيادته والحركات. Es geht wieder nach für sie. Und jetzt rollt sie auf der anderen Seite hinunter. Das ist so schwer. Volle Konzentration. Und dann geht's hier mit dem Tri-Bike in Richtung Backflip Drop. Come on, Fabio! Probiert den Double-Back. Fabio Wittmer und Danny McGaskill. Und natürlich wieder in عبايب قلبي طبعا حاليا شنو الصراحة راح نريح شوي ويكملون الصراحة شنو اجواء روعة ها فتشي مخاطرة يعني كلش خطرة يعني خلوكم وياي اليوم حلقتنا مستمرة طبعا حبايب قلبي هسه هنا بامكانك تربح ليلتين بفندق وخلي نجرب والعب هاي اللعبة فكت والله اربح يا اخوان طبعا انسان على قولتهم مطران وبعدين وراي دوش بيت طبعا
بلورن. هبا كان بروبلم ها ماكو مشكلة. بلورن ها. ماشية والماسكول لأن الأجواء جدا ملتهبة يا أخوان. يلا. Ja,
Was für eine Show! Was für ein Tag! الله بقلبي طبعا. وهنا شنو انتهت جولتنا وان شاء الله يا رب عجبتكم. طبعا هاي هديه اجتني بعيد ميلادي، طبعا التيكت مالتها غالي تقريبا ورقه ونص هيجي يطلع بالدولار. هاي صاره بدت تفرق وهذا اكبر استعراض ببيننا، حضرته ب 2015 بس قلت لكم يعني شويه التيكت مالتها غالي، لكن المفاجاه كانت اليوم هديه عيد ميلادي. اتمنى انكم تتونسون.